الكنيسة دائما وأبدا كانت داعمة لجهود الأزهر وجهود المؤسسة الدينية ووزارة الأوقاف لدرء هذا الخطر إيمانا منها يعني أهمية التلاحم والوحدة الوطنية خلال مرحلة الراهنة. هذا حقيقة، لأن الأزهر والكنيسة يعمل معا من أجل الحفاظ على أمن مصر واستقرار هذا البلد الآمن الذي ولدنا فيه ونعيش فيه وسنموت فيه، لأن مصر طول عمرها بلد التعددية والتسامح وستظل هكذا إلى أبد الآبدين. بكم استكمالا للنقاشات واللقاءات التي نقوم بها بعدسة كاميرا الجامعة الحديثة الإعلام والتكنولوجيا. يشرفنا اليوم أن يكون معنا الأستاذة سوزان حامد أمين، كبير المذيعين ورئيس قطاع القنوات الإقليمية. شرفني ويسعدني كطالبة بالجامعة أن أقيم هذا اللقاء والحوار مع سيادتك، شرف كبير لي. سؤال في البداية، يعني بحكم أن حضرتك رئيس قطاع القنوات الإقليمية ودور حضرتك البارز الواضح في هذا القطاع، ما الدور الذي من ممكن أن يلعبه الإعلام للمساهمة في الحد من التعصب وقبول الآخر؟ والله يعني هو من واقع طبعا تجربتي كرئيس قطاع للقنوات الإقليمية، القنوات الإقليمية هي اللي بتعبر عن المحافظات اللي بتتبعها هذه القنوات، واحنا دايما بنقول ان عشان نصل للعالمية لازم نتعمق في المحلية. هذه القنوات هي متعمقة بالفعل في المحلية، يعني من التالتة للتامنة هي قنوات بتناقش مشاكل الشارع المصري، مشاكل الشعب المصري، الانجازات على الطرق اللي احنا شايفينها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شايفين قد ايه الطرق والانجازات والكباري والمشاريع الكثيرة اللي احنا شخصيا مش عارفين نلاحقها كل يوم. فهناك يعني محاولة من الإعلام الإقليمي إن هو يكون على يعني قدم وساق مع الإنجازات والتطورات اللي بتحدث على أرض الواقع. احنا إعلامنا زي ما احنا عارفين وزي ما قلت قبل كده إنه إعلام التلفزيون المصري هو إعلام منضبط، إعلام يتبع ضوابط إعلامية، ليس له أي إثارة ولا تهييج ولا يعني لا يتبع أساليب القنوات المخربة التي تعادي الوطن. احنا إعلام يعني بيحاول ان هو اذا رجل الشارع له مشكلة نحاول نطرحها ونجد له الحل ونحلها ونتابع بعد كده حل هذه المشكلة. بنقف ايضا على الانجازات، بيبقى لنا تغطية يومية وسريعة لكل الانجازات التي تحدث على ارض الواقع. كنا لسه بنتكلم جوه في المناقشة عن دور القطاع وقد ايه انه ممكن يأثر بالسلب او الايجاب، وانه سلاح ذو حدين. عايزين نعرف ازاي اللي احنا نخليه دايما يبقى مأثر بالايجاب، وازاي ان احنا نبعد ونعمل حد من التأثير السلبي منه.
لا بصي، هو دور القطاع يعني هو دور إيجابي تماما، زي ما أنا ذكرت الزميلة زميلتك الإعلاميين الواعدين اللي أنا شايفهم وسعيدة جدا بيهم. عايزة أقول لك أنه يعني إحنا بنتبع ضوابط إعلامية في مبنى الهيئة الوطنية للإعلام. التلفزيون المصري زي ما هو يا جماعة، على فكرة هو التلفزيون المصري ماشي بنفس القوانين وبنفس الضوابط الإعلامية اللي إحنا متفقين عليها، أنه هناك رأي ورأي آخر، والمذيع مش أكثر من مذيع محايد. إحنا دلوقتي في كافة القنوات الخاصة بنشوف في معظمها المذيع بيطرح وجهة نظر، وده أسلوب جديد على الإعلام المصري. إحنا طول عمرنا عارفين أن المذيع بيطرح القضية ويترك الحكم للمشاهدين أو للضيوف اللي موجودة معاه، لو في رأي والرأي الآخر لم يتوفر هو بيتبنى وجهة نظر الرأي الآخر ويطرحها كوجهة نظر أخرى، واخد بال حضرتك، لكن لا يشارك في الموضوع برأي أو بوجهة نظر. الإعلام الإقليمي بيغطي كافة الإنجازات زي ما أنا ذكرت للزميلة العزيزة، وقلت لها أنه بالفعل بيبقى على أرض الواقع على قدم وساق مع كافة الإنجازات اللي بتحدث على أرض الواقع من قبل طبعا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإحنا شايفين الإنجازات اللي إحنا مش ملاحقينها في كافة المحافظات، يعني من الثالثة للثامنة هناك كثير من محافظات الجمهورية كلها، يعني من الثالثة بتغطي ثلاث محافظات، القاهرة والجيزة والقليوبية، الرابعة بتغطي بورسعيد والإسماعيلية والسويس وشرق شمال سيناء وجنوب سيناء وهكذا. أنا عشان بس ما أطلش عليكي، نظر حضرتك المشاهدة رؤية هذه القنوات أصبحت، لماذا أصبحت أقل مشاهدة من القنوات الأخرى المتخصصة؟ هي يمكن احنا طبعا احنا في يعني نقدر نقول ان في اعلام جديد هو اعلام السوشيال ميديا، فاعتقد ان السوشيال ميديا خطفت الاضواء من مش القنوات الاقليميه بس ولكن من كافه القنوات. انت دلوقتي حضرتك عشان تشوفي اي برنامج فبتحاولي ان انت تشوفي مقطع منه على السوشيال ميديا، ما بتقدريش تشوفي البرنامج كله او وقتك ما بيسمحلكيش. هذه القنوات موجوده بالفعل على النايل سات وموجوده بتبث ارضي وفضاء، يعني احنا الميزه عندنا في قطاع القنوات الاقليميه ان هو بث أرضي وفضائي، يعني إحنا شغالين برضو على السوشيال ميديا علشان اللي مش قادر يشوفنا على التلفزيون نتابع هذا التطور، يعني ندمج ما بينهم على أساس اللي هو ما يروحش نقدر جذبينه دايما للمشاهدة. والله بنتابعه من خلال زي ما بقول لحضرتك التطوير في هذه القنوات، ومن خلال مواكبتها للحدث يوم بيوم ساعة بساعة، احنا مع الحدث، بس احنا محتاجين ان احنا نروج عن نفسنا او يعني ننوه عن نفسنا اكثر من ذلك. في البداية نحب نشكر معاليكم بالنيابة عني وعن كافة زملائي بالجامعة التكنولوجيا الحديثة لدايما لاهتمامكم الداعم لإقامة هذه المؤتمرات الهامة. وفي البداية حابين نعرف من حضرتك مدى تأثير هذه المؤتمرات العلمية والنقاشية الهامة التي يقوم بها الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات بشكل مستمر لتطوير العملية وأيضا تأثيرها على طلاب الجامعة. أولا المؤتمر فكرته دايما أو الهدف الأساسي منه هو مجتمع حواري ديمقراطي، فبيبقى بيفيد في موضوعات كتيرة جدا والمشاركة بتبقى فعالة لأن كل واحد بيبقى له برضو رؤية وله رسالة بيأديها، فبيبتدي يتقال فوجهات النظر تبتدي تتقارب، وإذا كان هناك أي تعارض بنشوف المصلحة فين ونطلع إيجابيات هذا التعارض أو كده، لغاية لما نوصل إلى الإعلام السليم أو اللي يطلع أي مؤتمر بأهدافه الأساسية ونتائجه الصحيحة، ودي كلها بتفيد الطلبة وتفيد كل المجتمع لتنمية الشباب. طيب في رأي حضرتك دور الإعلام لتوجيه الشباب إيه عشان يقدروا يحدوا التعصب ويوجهوا لقبول الآخر؟ الحقيقة بقى هو العنوان بتاع المؤتمر السنة دي عنوان جميل جدا وجه في وقته،
لأن الحقيقة الإعلام، وإحنا عارفين إن في ثورة للتكنولوجيا الحديثة دلوقتي وبالذات للاتصالات والمعلومات، وطبعا الشبكات اللي هي الإنترنت بتعمل جو كبير جدا وبتتلاقى الشباب مع بعضها في جميع دول العالم، ودي حاجة كويسة قوي للمعرفة والاتصال. وطبعا التكنولوجيا والمعلومات دي لها إيجابياتها ولها سلبياتها، ولكن احنا دايما ناخد الإيجابيات وده أفضل لينا. فالإعلام بيه يعني زي ما اتقال في الكلمات اللي حصلت النهاردة، أنا طلعت بكلمة جميلة جدا اللي هي لازم يكون الإعلام مش رشيد فقط، ولكن يكون إعلام بناء. ومعنى كلمة إعلام بناء إن احنا كل اللي يتوجه إليه الإعلام إنه سواء مرئي أو مسمع، على مسمع أو قراءة أو أي شأنه يعني، فهو أو في أي صوره، فالحقيقة لازم يبان أنه يعلم هذا الشباب التنمية والتوعية والنماء، الانتماء للبلد بتاعته والناحية الدينية سواء كانت في أي دين من الأديان السماوية اللي موجودة. وده كله بيخلي يبعدوا عن التعصب، والتعصب ده أنا بعتبره مرض جامد جدا ومرض نفسي، بيخلي الشباب إذا كان بيسمعوه أو بيرؤوه لازم ان احنا نوجههم توجيه ايجابي وليس سلبي. تبنت الجامعة الحديثة قضايا هامة تمس المجتمع بكافة اطيافه وشرائحه ومؤسساته، فهل الاعلام العربي ايضا يؤدي دوره المنشود تجاه التوعية من التعصب والعنف والدعوة الى قبول الاخر ومعالجة مثل هذه القضايا، ام نحتاج لجهود اكثر لتحقيق الهدف؟ الحقيقة الهدف الأساسي من الإعلام كان يبقى هو بيقوي هذه العلاقة وهذه الصفات، ولكن الحقيقة يعني كان حلم والإعلام إن هو يبقى إعلام جيد وإعلام يتماشى مع التكنولوجيا الحديثة وإنه يتواصل للمجتمع العربي بالذات، لأن الإعلام بيعتبر هو الأساس في المجتمع العربي. فإذا ما كانش هذا الإعلام رشيد ودقيق وبيتعامل مع الأسس الأساسية للحياة، إذن يبقى فاشل. وطبعا الأمال دي اللي موجودة عندنا كلنا لم تحقق. ليه؟ لأن كان بيعتبروا أن الدول دي كلها قرية صغيرة، والقرية دي بتعتمد على أنها إزاي تتعامل مع الآخر والآخر يتعامل بها معها إزاي، وإزاي ده يؤثر فيها ويتأثر بالآخرين. لكن كانت الفكرة دي كانت ضعيفة، لكن أنا متهيألي دلوقتي ابتدت هتقوى، لأن الإعلام ابتدى ياخد اتجاه سليم غير الاتجاه الأولاني اللي كان ضد التعصب وكان بيزود التعصب ويزود الحاجات السيئة بالنسبة للشباب ومفهوم خاطئ. ولكن إذا كان هذا الحلم هيحقق عن طريق الإعلام، وهو ده اللي احنا بنرجوه، لأن الإعلام بيعتبر أدوات وأدوات رقيقة ورفيعة ويعني تؤهل أي مجتمع إلى تنميته والمسير إلى الأمام. نشكر معاليك على تشريفنا نحن نقوم مع حضرتك باللقاء ده كطلبة داخل كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، وده بيزيدنا شرف، وده لو دل بيدل على مدى أن حضرتك متفهمة للطلبة ومساندة لينا دايما بكل، وتدعمينا دايما وبتحسين أن نحن نشارك في المؤتمرات والحاجات الهامة، بيديهم ثقة بالنفس، ودي حاجة طبعا مفرحانا، لان ده قبل ما يبقى دعم خارجي ده دعم داخلي من الجامعة لينا، لان البناء الداخلي هو اللي بيساعدك اللي انت تقدر يبقى فيه بناء خارجي ونقدر نواجه برا، لان احنا بنكون اكتسبنا خبرة كبيرة قوي. احنا زي ما اتكلمنا بنتكلم على الاعلام العربي وليس الاعلام المصري فقط، فدي حاجة جميلة. وبعدين انتوا ابناء هذا الجامعة، بنات هذه الجامعة، ودي حاجة تشرفني ان انا اقعد معاك واتكلم واشوف الحوار الجميل بتاعكم ده. وبعدين أنا بعتبر أن دايما يعني بابي مفتوح، باب الرئاسة يعني بابي عندي موجود، وكل الطلبة ومشاكلها أنا اللي بحلها، فالحمد لله أنا قريبة من بناتي وأولادي في الجامعة، ودي حاجة جميلة. وأنا بعتبركم دلوقتي بنيتوا شخصيتكم أن أنتوا تطلعوا سفراء ناجحين في أعمالكم إن شاء الله وفي حياتكم الخاصة. وشكرا. استكمالا للقاءاتنا اليوم، يسعدنا ويشرفنا أن انضم إلينا في هذه اللحظات الدكتور شريف عبد الوهاب، أمين عام شعبة الإذاعيين العرب ورئيس الشبكة الثقافية بالإذاعة
سابقا. بداية نرحب بتواجدك معنا اليوم وشكرا لتلبيتك الدعوة للجامعة. أنا اللي شاكر جدا لوجودي في هذه الجامعة العريقة. بداية دكتور، ما الدور الذي من الممكن أن يلعبه الإعلام للمساهمة في الحد من التعصب وقبول الآخر؟ دور كبير جدا جدا جدا، لأن الإعلام يعني هو الذي يستطيع أن يعكس ما يدور في المجتمع، وبالتالي يستطيع أن يصدر إلى المجتمع القيم النبيلة والتسامح ولغة الحوار. أي شيء المذيع اتقالت كلمة في المؤتمر جوه جميلة جدا، المذيع قاضي، يستطيع أن هو يحكم ما بين الناس، ما مش من خلال حكم ولكن من خلال طريقة أدائه، حواره، حتى نبرة الصوت. لما بتكون نبرة الصوت نبرة واثقة، نبرة هادئة، دي بتنعكس على المشاهد وعلى المستمع. طيب، لخلق شباب ذو فكر واعي ومثقف، ولبناء إعلاميين قادرين على تحمل المسؤولية ولديهم رؤية ورسالة، كيف يمكن أو إلى أي مدى نحن بحاجة إلى هذه المؤتمرات في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية لخلق شباب ذو فكر واعي؟ علشان نستطيع أن احنا نخلق شباب واعي، علينا أولا أن يكون هؤلاء الشباب لديهم القدرة والمثابرة على القراءة. يعني إذا لم يكن الشاب يقرأ ويطلع ويطلع على جميع أنواع الكتب، ما يكونش عنده يعني مجال واحد فقط للقراءة، من خلال القراءة هيستطيع أنه هو تتسع مداركه، يستطيع أنه يفهم الحقيقة، يستطيع أنه هو يدرك مقاصد الأمور بشكل واعي جداً. تأتي بعد ذلك حضوره لمثل هذه المؤتمرات. ليه؟ لأن في المؤتمر بيبتدي يكون في نوع من أنواع الحوار، في نوع من أنواع أنه هو بيستمع إلى آراء مختلفة، ممكن تغير من آرائه، ممكن تغير من أفكار كانت لديه مسبقة، واستطاع من خلال هذا المؤتمر أنه هو يعرف أن هي أفكار خاطئة. يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات دكتورة مها مدحت، مستشار رئيس التلفزيون وطبعا علامة من علامات التلفزيون المصري، وشرف كبير لي أن أنا أكون مع حضرتك النهاردة وبحاور حضرتك. أشكرك. عايزين أسأل حضرتك عن دور الإعلام، ما هو الدور الذي يلعبه الإعلام للحد من التعصب والدعوة إلى قبول الآخر؟ شوفي حبيبتي، حتى لا يكون الجهد أقل من التحدي، الإعلام المصري والعربي بشكل عام عليه دور كبير جداً، إعلام تقليدي وإعلام حديث، وبخاصة الإعلام الإلكتروني، لأنه دلوقتي إعلام المواطن أو الإعلام الإلكتروني أو الإعلام السبراني أو المساحة اللي هي الافتراضية الموجودة بقت تاخد حيز كبير جداً من اهتمامات حياتنا الحقيقة للنشأ والشباب والأسرة بشكل عام. إذن الإعلام النهاردة أحد القوى الشاملة لقوى الدولة، تمام؟ فأنا لما بقول الإعلام والتعصب، لا، ده الإعلام دور كبير قوي. إن شاء الله الإعلام المصري بيتعافى مع وجود وزير الإعلام السيد الوزير أسامة هيكل، إن شاء الله بصلاحيات الإعلام المصري في المنطقة بتعود تاني ريادة الإعلام المصري. إزاي؟ زي ما قلت لك، هو أحد القوى الشاملة، له مقومات، له وسائل هنستدعيها كلها، ولازم عشان نستدعيها لازم يكون في وعي. الوعي ده هو دور الإعلام بالنسبة لنشر ثقافة، هنقول التسامح، عشان ده بحث أنا الحقيقة مقدمة في المؤتمر ده، ونبذ التعصب. مفاهيم كتيرة، مشكلة الموضوع إن إحنا عندنا غياب مفهوم أو مفاهيم خاصة بثقافة التسامح. أنت تعرفي إن المسلم بيقدر يتزوج من أهل الذمة، يعني جوز مسيحية وجوز يهودية إن أمكن، لو هو بره مصر أو هو جوه مصر، دي بداية التسامح.
سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ومعاملاته كلها مع أهل الذمة ده نموذج كبير لنا جدا. المسلمين والمسيحيين في مصر يكفي أقول لك إن إحنا المسلم والمسيحي دمهم بيختلط على تربة واحدة في كثير من الحروب اللي قامت بالنسبة على أرض مصر. إذن الثقافة دي موجودة، علينا إن إحنا نستدعيها، علينا إن إحنا ننميها، علينا إن إحنا يعني نعمل على يعني تنميتها، لازم ننميها. طيب، يعني الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات دائما تقوم بالمؤتمرات العلمية والنقاشية حول مواضيع هامة تمس كافة شرائح المجتمع بكافة أطيافه، كيف يؤثر ذلك على الشباب لخلق شباب واعي ذو فكر متقدم مدرك للعملية ربما العملية السياسية والعملية الاجتماعية والدينية؟ طيب شوفي يا حبيبتي، الحراك السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي اللي بتشهده مصر حاليا طبعا تحت قيادة السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، هو أنا بقول إنه هو مش نفاق، ولكن بقول إنه هو رئيس دولة بدرجة مقاتل. نقول دي نمرة واحد. اتنين، لازم الشباب والنشأ اللي انت بتتكلمي عنهم يعرفوا ان الحراك ده دورهم، لازم يكون لهم دور فيه. علشان يكون لهم دور فيه لازم يكون عندهم وعي، عشان يكون عندهم وعي لازم يطلعوا، مش بس اقعد على الفيس واقلب وكده، في حاجات اهم بكتير قوي من ان انا بقاعد بتابع التواصل الاجتماعي علشان ازود المعرفة ليا، اطار المعرفة مش عشان حاجة تانية. انت سؤالك قلتيلي المؤتمرات، اي مؤتمر يا جماعة بقول لحضرتك، بقول لنفسي، بقول للي بيشاهدوني، منتج علمي كلنا علينا نستفيد منه. اي مؤتمر او ندوه هي منتج علمي، اشوف توصياته، لما بفتح كتاب بشوف الفهرس واشوف الكتاب ده بيتكلم عن ايه، لما بحضر مؤتمر اشوف على طول توصياته النتائج بتاعته، وبعدين ابدا اشوف بقى من التوصيات دي ايه اللي يهمني اقدر اركز عليه. ده دورنا كنشء وشباب، الاطلاع والثقافه واستدعاء الثقافه في جميع مناحي الحياه. طبعا مستشار رئيس التلفزيون الدكتورة مها مدحت، شكرا جزيلا لك لتلبية الدعوة وحضورك المؤتمر، شرفتينا، شكرا جزيلا. أشكرك بالتوفيق إن شاء الله. أهلا بكم مجددا استكمالا لسلسلة اللقاءات، يسعدنا ويشرفنا أن ينضم إلينا في هذه اللحظات الأستاذ الدكتور طارق سعد نقيب الإعلاميين، شرف لنا كبير دكتور نحن مع حضرتك اليوم نجري هذا اللقاء. بداية، ما رأي سيادتك في الدور الذي من الممكن أن يلعبه الإعلام للحد من التعصب والتطرف والدعوة إلى قبول الآخر؟ طبعا الإعلام يلعب دورا كبيرا وبارزا في هذا الاتجاه، قصة نبذ التعصب وقبول الآخر. والإعلام لابد أنه يكون يعني له مقوماته، مقومات الإعلام أن يبقى فيه إعلامي محترف له أدواته وله شروط انتمائه للمهنة وله التزامه بقواعد والمهنية زي ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني. إذا التزم بهذه الضوابط هيؤدي إعلاما متوسطا وإعلاما مهنيا بعيد عن التعصب والتطرف. طيب، الإعلام العربي بصفة عامة هل يؤدي دوره المنشود تجاه القضايا الهامة التي تمس المجتمع بكافة أطيافه وشرائحه وبكافة المستويات؟ خلينا نقول إن الإعلام العربي زي أي إعلام في دول العالم، في إعلام بيصيب وفي إعلام بيخطئ، أي إعلام بيؤدي بمهنية وإعلام آخر لا يؤدي بمهنية، إعلام موجه وإعلام غير موجه، وإعلام مهني وحيادي ينقل الصورة كما هي، يطرح المشكلات ويقدم لها أيضا الحلول المناسبة من وجهة نظر الخبراء المتخصصين في مجال المشكلة. فالإعلام العربي والمصري له وعليه، ودائما يستمر التجويد والتدريب والارتقاء بمستوى الإعلام والإعلاميين. هيك نقيب الإعلاميين، فلازم ناخد من خبرة حضرتك كيفية اللي احنا نخرج شباب وإعلاميين قادر انه يطلع قبول الآخر، يحد من التعصب،
يبقى واعي، يبقى فيه شباب مثقف ما يتأثرش بالمؤثرات الجديدة والتكنولوجيا الحديثة، يعني يقدر انه يتوازن. خلينا نقول ان انت بتتكلمي على شروط ممارسة مهنة الإعلام والأدوات التي يجب ان يمتلكها الإعلام. شروط ممارسة مهنة الإعلام، لازم نقول ان الإعلام له فروع ويعني شعب متخصصة، يعني عندك الإعداد، عندك التقديم، عندك المراسلة، عندك التحرير، عندك الإخراج. لكل شعبة أو وظيفة من هذه الوظائف مقوماتها اللي يجب ان هو يمتلكها الشخص اللي بيمتهن هذه المهنة. علاوة على ذلك هناك ضوابط عامة للرسالة الإعلامية، أهمها ان يبقى في باب للحريات يضمن للإعلام حرية ممارسته لمهنة الإعلام بحرية وبعيدا عن الضغوط. الحاجة رقم 2 أن يمارس هذه المهنة بمعلومات متاحة له من مصادر إعلامية أو مصادر متخصصة رسمية، ما يعتمدش على الشائعات وما تردده السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي. الحاجة رقم 3 واللي مهمة جدا، أن لابد أن يكون الإعلامي دائما يضع نصب أعينه أنه لا انتماء ولا انحياز ولا تعصب، وأن تكون المهنية هي الأساس في عمله. احنا كنا قلنا في المناقشة جوه ان الاعلام سلاح ذو حدين، احنا استخدمنا السلاحين ايجاب وسلب، ولا احنا دايما في الاتجاه الايجابي؟ الاعلام يعني هو سلاح ذو او يعني موضوع ذو مش ذو حدين، ذو حدود مختلفة يعني. فالاعلام ممكن تستخدميه للبناء، ممكن تستخدميه للبناء، ممكن تستخدميه للهدم، ممكن تستخدميه لنشر الشائعة، ممكن تستخدميه لدحض الشائعة والوصول للحقيقة، ممكن تستخدميه في وسائل التسلية والترفيه. فمجالات الإعلام مختلفة ومتعددة، أهم حاجة أن أنت تحددي الرسالة الإعلامية وتشوفي مين جمهورك المستهدف وكيف يتم توصيل هذه الرسالة عبر الوسيلة الإعلامية بقى، أيا كانت مقاوماتها سواء كانت مرئية أو مسموعة أو إلكترونية.